السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نفتح ملف نشتغل عليه، ممكن اجي من قائمة هوم واقول له ابنت، ده لو عايز اضيف حاجة جوه حاجة. يعني انا دلوقتي عندي داتا ستراكشر عايز اضيف معماري، ادخل اشوف فين اللوح المعماري اللي عندي architecture واقول له ايه open، فبيبدأ يحط الملفين مع بعض. ده كده ملف المعماري وملف الانشائي الاتنين مع بعض. لو انا جيت من هنا لقيت حاجه اسمها سيلكشن تري. سيلكشن تري ده بيعمل ايه؟ بيبدا يجيب لي كل اللوحة الموجوده عندي، وممكن ادخل جوه اي لوحه فيهم. ده مثلا الدور الاولاني ابدا اشوف ايه العناصر الموجوده، فممكن اعمل سيلكت على اي جزء فيهم وادي له شويه خصائص او اعمل له ورك سيت معينه. تمام. طب فرض ان انا بس ايه عايز اعمل حركه بسيطه كده اوريها لكم. ادخل في الفيو بوينت واقول له ايه سيف فيو بوينت. سيف فيو بوينت بيبدا يفتح لي القايمه اللي هي سيفت فيو بوينت. هبدا انا اظبط شويه فيوهات. اجي هنا كليك يمين اقول له نيو فولدر، اسمي ده مثلا جيكس اوف بيمس، مهاويس البيم. تمام. الفيو دوت ممكن اسحبه واحطه في قلب الفولدر دوت. تمام. وممكن بعد كده ابدا اعمل كذا فيو تاني. يعني ممكن مثلا اجي هنا واغير الفيو، اعمل مثلا زوم عليها وراح قايل له ايه يعني خد فيو جديد. تمام. وبنفس الطريقة ديت ابدا اعمل كذا فيو. ممكن اجي ادوس شيفت والف الشكل كده واقول له خد لي فيو تاني سيف فيو بوينت. تمام. زي ما انت عايز ممكن تعمل لقطة داخلية لقطة خارجية، ممكن تظهر الشكل الشخص اللي موجود ده سيرد بيرسون، يبقى كده في شخص هو موجود اضيفه للصور واقول له سيف فيو بوينت. تمام. بعد ما اخلص كل دول ممكن اقول له ايه اد انيميشن، وكل الصور دي احطها جوه الانيميشن. تمام. فانا لو جيت هنا على الانيميشن وقلت له انيميشن هو بيعمل ايه؟ بياخد اول لقطه بيعتبرها زي مفتاح رئيسي، ويشوف اللقطه الثانيه ويعتبرها اللقطة ده المفتاح الرئيسي الثاني، ويوصل بينهم بكي هو بيضيفها زي افلام الكرتون. افلام الكرتون هو ما بيرسمش كل حاجه من الاي تو زد، لا ده هو بيرسم كي اساسي ماستر كي وماستر كي تاني، وفي النص كان الاول بيجيب واحد مساعد يبدا يظبط الحركه. انما دلوقتي بقى بالبرامج مجرد ان هو بيرسم اول لقطه وتاني لقطه وبعد كده يديها للبرنامج يبدا بقى هو يعمل المنظر. ممكن تلاقي في مشكله في الاضاءه او في الحاجات ديت، دي بسبب كارت الشاشه. انا شغال على جهاز ما فيهوش كارت شاشه كويس، عشان كده ساعات تلاقي الاضاءه ايه بتختفي وتظهر. تمام. بس هي مبدئيا كويسه للعرض بسيط. يعني لو انت مثلا عامل حاجه بالريفت او بالاوتوكاد او باي برنامج وعايز تعمل شو سريع للزوار او للعميل، ممكن تعمل شو سريع بالطريقه ديت. وده الشخص اللي احنا الثيرد بيرسون اللي احنا ضفناه. تمام. ان شاء الله في الدروس اللي بعد كده هنبدا نتعمق واحده واحده لحد ما نقدر نعمل برنامج يكون قوي ان شاء الله وفيديو رائع باذن الله. اخوكم عمر سليم.